في 21 أذار من كل سنة بيحتفل العالم بعيد الأم. بس أي أم؟ هل الأم المتروكة اللي ضحت وربت عيلة بوقت نساء كتار انحرموا من كلمة ماما؟ تكاديبة جوزت رجال أرمل كان عنده أولاد، ربت له إياهن وخدمتهن بدموع عينيها. كان عنده 3-4 أولاد بهي سمعون وميشيل ومسعود وأمه. أنا كنت خلته بس أغسل لهم روس ونغسل لهم بقى. بتذكر يا أمي لما كنت صغير اخدمتهم، الله يعرف كيف اخدمتهم من كل قلب. تصير كبير وبعيونك دموع أوقات أني بعيدوني، أوقات بينسوا، أوقات أشرفهم أما كل واحد بياخد نصيبه. وشو الهدية اللي بتتمنى تتعديدة تحصل عليها بعيد الأم؟ بدي شي كانوا يهدوني، كانوا معني يعطوني مصوري داش بدهم يهدوا أكثر من مصوري. لو لمنهم لايك صار يلا 20 سنة ياخد مصوري. تيتا ليزا كمان تزوجت رجال أرمل وكان عنده أولاد، بس الفرق إنها عايشة بمأوى هلا. اليوم تقطريني كل واحد بيته عقد، بصير عندهم أولاد بصير عندهم هاي، ونحن عم نتبادلنا زوج ساعاتنا، صار هن يتجوزوا ويروحوا يفتحوا بيوت ويقعدوا هن ومصيرين. إلى خبزي أمي وقهوتي أمي. ايه هذا النصيب يعني اهتموا فيي وربنا ما تعملش وجهد، وانا ربيته يعني قعدت معهم كاني اخوتي مش جوزي، انه هو حرام كان كثير امي الله يرحمه، وهن يحبوني وحبيتهم كثير انا، وانه حيام انا كمان كانت امي ميته وهن ميته امه، انه لازم الواحد يشعر بهالحقيقه. كان امي صار لها سنتين ميتي وزيني نصيبات ما كنتش اتبعي، ضحكت انا اخذت هالزلمه لازم دير بالي لهالولاد لحتى انا كمان كون مبسوطه معهم، لا اضل احض ولا اقهر، الواحد بده يضحي بهالحياه. سيده لطيفه تشتغل بالمأوى فسرت لنا ليه بيتركوا الاولاد اهلهم؟ اوقات عندهم اشغال، مثلا المراه عم تشتغل والزلمة عم بيشتغل، انه ما فيهم. لطيفة كمان مرة مجوزة بس الله ما طعم اولاد. اكيد بحب حدا يعيدني، بس كمان عندي اولاد اخواتي كلهم مثل اولادي بحسهم، وعندي كمان بشتغل بالماء وكمان بحسهم بعملهم مثلهم مثل كأنهم اولاد. والسيدة وداد عندها زيت لحلم. تقول يا ربنا ربنا أولاد كتير، بس الأخوين اللي عم بيربهم عاملينهم ببطهم، وكل ولد بس يكبر بيروح على غير مطرح بيعمل عائلة بيقعدوا وحده بيقعدوا يا ما أبنيت هون عندهم أولاد. تيتا ماري اللي صار لها 14 سنة بالمأوى من ربي أولاد خير مش مربية أولاد. كنت 4 سنين تعلمت كثير، تعلمت رقعت من شغلي. رسالة من مرة انحرمت من شوفة أمها وانحرمت من كلمة ماما بتوجهها لكل الأمات بهالعيد. الله يخليهم لأولادهم، يخليهم أولادهم ويعطيهم الصحة، لأنه كلمة أمها بتتعود. ولأولادهم الله يخليكم أمكم ودعوها بدموع عينيكم، بس لما بيكون الشاب ما بيعرف قيمة أمه بس لما بيفقدها بيحس إني فقدها. ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا رب يخليكي يا أمي يا رب يخليكي.
يا أمي سد الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي.